مسؤول في الحكومة التركية يؤكد أن مقاتلات بلاده شنت الليلة الماضية أعنف ضربات تستهدف المقاتلين الأكراد في شمال العراق. من جانبها الحكومة العراقية وصفت الضربات التركية بالتصعيد الخطير والاعتداء على السيادة العراقية. المعارضة السورية المسلحة تواصل تقدمها في سهل الغاب شمال غرب سوريا، وأحكمت سيطرتها على الطريق الدولي الواصل بين محافظتي حلب واللاذقية. وكانت الفصائل المقاتلة قد سيطرت على عدد من البلدات والحواجز التابعة للنظام السوري في سهل الغاب. المقاومة الشعبية اليمنية تحكم الحصار على قاعدة العند الجوية الاستراتيجية الخاضعة لسيطرة الحوثيين وقوات صالح في محافظة لحج جنوبي اليمن. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقرر السماح ببناء 300 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة بيت آيل شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة. ويأتي قرار نتنياهو بينما يقوم الجيش الإسرائيلي بهدم مبنيين غير قانونيين في مستوطنة بيت آيل القريبة من مدينة رام الله. مصدر حكومي مصري يعلن مقتل مجند وإصابة 3 أشخاص في حادث إطلاق نار مساء أمس في محافظة الجيزة. وأوضح متحدث باسم وزارة الداخلية أن العملية استهدفت قوة الحراسة الأمنية بسفارة النيجر بالقاهرة.